خلينا نسلم على برضو انا بعتبرهم نجوم الحقيقه برضو، يعني طبعا نجوم كره القدم ما يسوش شيء بدون هؤلاء النجوم اللي موجودين في المدرجات. محمد سمير حموصه، ازيك يا محمد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ مفاجاه حلوه المفاجاه دي. الحمد لله والله. عامل ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله والله. طلعت يا محمد من المستشفى ولا لسه؟ ايه؟ طلعت من المستشفى ولا لسه؟ ايوه يا رجاله، طلعت من المستشفى. طيب كابتن سعد سمير معاك اهو بقى، وعايز يقول لك كلمتين برضو على الهواء مباشره، اتفضل. لا انا صاحبي خلاص. بتكلمه؟ بيرد عليك بقى ولا هي خلاص الزياره وخلاص؟ لا لا بيرد. بيرد عليك؟ اتبسطت في وجود سعد يا حمصه؟ ايه؟ اتبسطت بوجود سعد؟ اي حد بيتبسط بوجود كابتن سعد. النهارده حبيبي يا حمصه، الحلقه اللي احنا عاملينها الجمهور كله مبسوط الحقيقه بوجود سعد. طيب لا ده هو قبلها بيوم متولى اخويا كان بيقول لي كابتن سعد سمير جاي لك، قلت له انا بطني وجعاني مش قادر اضحك وبتاع يعني كابتن سعد انا عارف اللي هو هيجي يضحكني. فكنت مبسوط؟ مبسوط الصراحه. وكنت سخن والحراره راحت صح ولا لا يا حمص؟ راحت خلاص. الف سلام عليك يا حمصه، وانت عارف احنا بنحبك قد ايه، وانت اخونا الصغير، وانا عن نفسي اتبسطت ان انا كنت معاك، وان شاء الله باذن الله مع بعض على طول. يمكن انا كلمتك امبارح وقلت لك ان شاء الله الفتره الجايه كده تقوم، ولازم تبقى معانا في التمرين الفتره اللي جايه، وانت واحد من عيله النادي الاهلي، يعني ده واجب ان اخواتك الكبار يبقوا معاك والناس كلها تبقى معاك، دي عيله النادي الاهلي، وانت ان شاء الله باذن الله يعني من زي ما بيقولوا ايه من ولاد النادي الاهلي. فالف سلام عليك، ربنا يرجعك بالسلامه، وان شاء الله الفتره اللي جايه كلها كده تبقى معانا على طول باذن الله. وزي ما قلت لي بقى هتقرفني في التتش، فهتبقى معايا على طول. الو الو، انت نمت ولا يا حمص؟ حمص لا سامعني؟ تمام ان شاء الله كده تبقى معانا على طول، وبقول لك هتوحشنا بقى وتبقى معانا في التتش على طول ان شاء الله. شكرا يا حمص على وجودك. وبعدين استنى، وبعدين حد جه زارك تاني من اللي سالتك عليهم؟ مين؟ حبايبك اللي انت قلت لي جم وكده. مش فاكر والله. ماشي، انت مكسوف تتكلم على الهوا؟ ماشي خلاص تمام. شكرا يا حمص على وجودك معانا، ان شاء الله دايما نشوفك موجود، لان زي ما قلت لحضراتكم دور الجمهور في المدرجات بيبقى اكتر بكتير جدا من دور نجومنا في الملعب.